أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. ما مدى استعداد الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات خلال العام الجاري مع عدنان درويش وسميرة بن رحال؟ ارتفاع أسعار المعادن الثمينة في البلاد مع محمد ارتيمة. المنتخب الليبي للناشئين يواصل استعداده للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا مع محمد عويدان. اعتدال نسبي لدرجات الحرارة على الشمال الغربي يوم الغد مع محيي الدين علي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نبأ اليوم. أهلا بكم. قال رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج إن بعض من حضر مؤتمر باريس تنكر لمقرراته وتنصل من التزاماته، كما أن هناك من خرق تلك المقررات بشكل جسيم مثل ما حدث في المواني النفطية. نعم عدنان، ودعا السراج في لقاء جمعه في تونس بسفراء ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا والمبعوث الأممي وممثلة الاتحاد الأوروبي، دعا إلى إنهاء العرقلة المستمرة والمتزايدة من قبل مجلس النواب. يزداد المشهد الليبي تعقيدا يوما تلو الآخر وسط استمرار الفوضى والصراعات التي كرستها الانقسامات، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في أغلب المناطق، الأمر الذي يدفع نحو تسارع التحركات على أكثر من صعيد في محاولة لإنهاء الأزمة بالبلاد. مراوحة الأزمة مكانها دون أي تقدم وجمود الاتفاق السياسي منذ توقيعه، وتوقف جلسات لجنة الحوار منذ وقت طويل عجل من التحركات الدولية التي كان آخرها في باريس رمضان الماضي، حيث اتفق الأطراف على إجراء انتخابات خلال العام الحالي. لكن الأمر الذي بقي عالقاً هو مسألة التصويت على الدستور، وقد انقسمت حوله الأصوات بين مؤيد ومعارض. لكن حتى اجتماع باريس الذي مر عليه حوالي شهرين بقيت مخرجاته محط جدل، والأطراف الحاضرة له بقيت تتراشق الاتهامات بعرقلته. خير دليل على ذلك اتهام رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج بتنكر بعض الأطراف لمقرراته والتنصل من التزاماته. الرجل وأمام سفراء دول أجنبية عدة في تونس اتهم مجلس النواب بعرقلة اتفاق باريس، ودعا إلى الذهاب إلى الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن مع إيجاد قاعدة دستورية صحيحة لها. لكن البرلمان وعبر رئيسه عقيلة صالح يحاول التنصل دائما من ذلك، ويؤكد مرارا أن الانتخابات الرئاسية أولى من غيرها. تأكيد عقيلة صالح بشأن الانتخابات الرئاسية يجد فيها مراقبون محاولة لإزالة عقبة الدستور التي قد تعطل ترشح آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. ورغم إعلان البرلمان 30 من يوليو الجاري موعدا للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، إلا أن الشكوك لا تزال تطرح حول إمكانية اعتماده بسبب كثرة تغيب أعضاء المجلس، وإن اعتمد فسيفتح باب الطعن فيه، حيث تعتبر لجنة الستين بعض المواد في القانون مخالفة للإعلان الدستوري. المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي يدعم الانتخابات رغم التخوف من عدم إجرائها في حال استمر واقع البلاد على ما هو عليه، يجد أن الحل في معضلتها يكمن في الضغط على مجلس النواب من قبل المجتمع الدولي لإقرار مشروع التصويت على الدستور. دوامة إجراء الانتخابات لم تكن المفوضية العليا المسؤولة عن الإعداد لها، بمعزل عن التصريحات التي انطلقت عبر رئيسها عماد السايح الذي عبر عن هواجسه المتعلقة بالجوانب اللوجستية والفنية التي قد تعيقها بسبب ضيق الوقت وتباطؤ البرلمان عن إصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات. توجس المفوضية قوبل بالرفض من النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب،
التي عدّاها تدخلاً في الشأن السياسي، مطالباً السايح بالالتزام بالعمل الفني الذي يترجم آراء المواطنين. تكشف هذه التناقضات بوضوح أن الحديث عن الانتخابات قد يكون أمراً صعباً، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن تحول الأزمة في ليبيا إلى حرب بالوكالة بين الأطراف الدولية، رغم أن الجميع يتجه إلى إجرائها والخلاف عليها هو في إقرار الدستور. اتهم رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج دولا لم يسمها بالانحياز لصالح بعض أطراف الصراع بليبيا. وأضاف السراج بأن هذه الدول تزود تلك الأطراف بالسلاح رغم قرارات الحظر الأممية، داعيا إلى إيجاد موقف دولي حازم وموحد لقطع الطريق على سيناريو التقسيم في البلاد. أصدر المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة قراراً بإيقاف عمل مكتب النائب فتح المجبري في أول ردة فعل على استقالة الأخير من المجلس. هذا وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان صحفي أن المجلس قرر إيقاف كافة الإجراءات لأي أعمال أو قرارات متعلقة بالنائب فتح المجبري أو بمكتبه حسب تعبير البيان. كان النائب فتحي المجبري قد أعلن استقالته من المجلس خلال ندوة صحفية عبر قناة فضائية ليبية. انسحاب عضو المجلس الرئاسي المقترح فتحي المجبري تأتي تزامنا مع تصاعد مطالب التيار الفيدرالي بشأن توزيع عائدة النفط، إضافة لموجة من الانتقادات التي وجهها معسكر ميليشيات الكرامة لحكومة فايز السراج. المزيد في سياق التقرير التالي. تتوالى الانسحابات والاستقالات في المجلس الرئاسي المقترح، فبإعلان نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الترتيبات المالية فتحي المجبري انسحابه تكون هذه الخطوة هي الخامسة منذ دخول حكومة سراج إلى طرابلس. انتهز هذه الفرصة وأعلن في هذا اللقاء أنني أنسحب من حكومة الوفاق الوطني وأدعو كل الوزراء الشرفاء الموجودين في حكومة الوفاق الوطني للانسحاب منها لإيقاف هذه التمثيلية السامجة. وفي معرض سرده لأسباب الانسحاب في ندوة تلفزيونية مشتركة مع عضو الرئاسي المقاطع علي القطراني وأعضاء مجلس النواب من برقة، ذكر من تلك الأسباب ما وصفه بسيطرة الميليشيات على طرابلس، الأمر الذي يجعل من العاصمة مسرحا غير ملائم للعمل السياسي وفق تقديره. الفساد المالي الذي طال المجبري ذاته في تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف من مصروفاته جزءا يسيرا قرب مليون دينار لتجهيز مكتبه، اعتبره المجبري مبررا آخر لانسحابه في خطوة تعكس تناقض الرجل، كيف لا وهو رئيس لجنة الإصلاحات الاقتصادية. مطالب التكتل الفيدرالي لإنهاء ما سماه بالتهميش وإعادة توزيع الموارد المالية للدولة بين مناطق البلاد ضمها المجبري إلى قائمة مبرراته بالانسحاب، مطالبا كل الوزراء ووكلاء الوزارات من المنطقة الشرقية أن يحذوا حذوه. من جانبه رحب العضو المقاطع بالمجلس الرئاسي المقترح علي القطراني بانسحاب المجبري قائلا إن المجلس الرئاسي لم يعد ممثلا للوفاق الذي أصبحت برقة خارجه، محذرا أي مسؤول يستمر في الحكومة المقترحة من برقة بأنه سيكون خارج أي حسابات مستقبلية لتمثيل المنطقة. تحرك المجبري يأتي متزامنا مع توجه بمعسكر حفتر للضغط نحو كسب مواقع جديدة في الخريطة السياسية الليبية، فرئيس البرلمان عقيل صالح وصف قبل أيام لصحيفة الشرق الأوسط السعودية حكومة السراج بغير الشرعية، مشيرا إلى تحرك عسكري متوقع لميليشيات الكرامة نحو طرابلس ومدن الغرب لتحريرها من سيطرة الميليشيات على حد تعبيره. رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج كان قد أشار في اجتماع مع سفراء الدول الكبرى إلى تنكر وتنصل بعض الأطراف من مقررات مؤتمر باريس، في إشارة غير بعيدة عن تيار حفتر ومن خلفه مجلس النواب، داعيا المجتمع الدولي لإنهاء العرقلة المستمرة
والمتزايدة من قبل النواب لملفي الدستور والانتخابات. عودة الحديث عن تهميش برقة والتوزيع العادل للثروات الذي يقوده التيار الفيدرالي للواجهة مجدداً وبحسب مراقبين يأتي إثر فشل آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر في فرض إملاءاته في ملفي النفط والمصرف المركزي، لا سيما بعد مؤتمر روما وعجزه عن السيطرة على طرابلس عسكرياً، الأمر الذي دعاه إلى استخدام كرت التيار الفيدرالي في المنطقة الشرقية في مسعى منه على ما يبدو لخلط الأوراق مجدداً عبر التوجه لإزاحة السراج وتشكيل حكومة جديدة تتضمن مصالحه بشكل أوسع. وبالعودة مشاهدينا إلى ملف النبا اليوم والحديث عن الانقسامات الحاصلة قبل إجراء الانتخابات، انضم إلينا هنا في الاستوديو السيد عصام الزبير الكاتب الصحفي. عصام أهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم عصام، في ظل الانقسامات الحاصلة بين الأطراف الليبية اليوم على إجراء الانتخابات العام الجاري، هل إجراؤها يعد أمر وارد من وجهة نظرك؟ لا، هو حقيقة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الباين أن كانت هناك أمور في الأساس هي اتجاه سيد سلامة إلى تعديل الاتفاق السياسي. عندما لم يحصل تعديل الاتفاق السياسي ذهب إلى المؤتمر الجامع، وعندما رأى أن هذا المؤتمر الجامع لم يجمع لديه أي فرصة لتكوين فكرة أساسية على ليبيا بالذات، أعتقد ذلك، ولم يصل إلى نقاط أساسية تجعل الحل، لأن سيصطدم بواقع أن هذا المؤتمر الجامع ماذا تكون قانونيته؟ هل هو تحت الاتفاق السياسي أو تحت أي قانون ليبي؟ لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة لأنه خارج هذه النقاط. ذهب إلى الانتخابات، وكان ذهابه إلى الانتخابات يعتقد أن الأطراف التي هي كان يكون عنها متشددة هي التي ستقف عقب دول الانتخابات، لكن هذه الأطراف هي التي فتحت الباب للانتخابات وأصبحت الأطراف التي يعول عليها والتي حقيقة يتجه الحياز ولو بسيط اتجاهها أنها هي التي تعرق الانتخابات. لم يتكلم حتى على اختراق الانتخابات عندما قاموا باقتحام مراكز انتخابات في شرق البلاد وبالذات في مدينة بغازي، لم يتكلم ولم يدين بصورة قوية ولم يتحدث عن ذلك، لم يتكلم عن رفضهم للانتخابات والتسجيل، بل ذهب إلى ذلك إلى مؤتمر باريس الذي أراد عندما علم أن الضغط العالمي كله متجه، الضغط الدولي نقولها بصراحة، متجه إلى الانتخابات، أراد من ذلك رئيس الفرنسي فتح السجل مرة أخرى لتسجيل الانتخابات، وهي أعتقد أنها لأول مرة تحدث. عندما يقفل باب السجل الانتخابي لا يمكن فتحه بعد ذلك، وهو يراد بذلك زيادة الفوضى وعدم الوصول إلى الانتخابات، وفي باطنه هذا الباطن وفي الظاهر أنه يشجع الانتخابات ويريد الانتخابات. إذا كان يريد الانتخابات لكان حتى سلامة ضغط على مجلس النواب من أجل تمرير ما قامت به الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعرضه على الناس لكي يتم الاستفتاء عليه، لكن هذه النقاط لم تكن في خارطة الطريق سلامة بالصورة المطلوبة ولم تكن حتى بصورة الضغط، مما يجعل الانتخابات أمر غير وارد وغير صحيح في هذا الاتجاه، خاصة بعد تعرضها حتى للتفجير لم نرى دعم دولي كبير لاتجاهها. لكن فايز السراج اتهم بأن هناك أطراف سياسية تعرقل أو تسعى لعرقلة سير العملية الانتخابية، ما الجهات التي قصدها؟ هو كثير من الأطراف بدأت حتى بعد الدول الأوروبية أوضحت ذلك، وكذلك رأينا عندما تمت الحديث في البرلمان الفرنسي حتى ماكرون أصر عليه البعض أن الانتخابات لا يمكن الوصول إليها بهذه الفترة ولا يمكن الاستعجال في موضوع الانتخابات كما ليحدث بعد ذلك كما حدث في العراق، ولذلك أصبح البعض في ذات الوقت مؤتمر روما 3+3 نعم رحلها إلى العام القادم، الانتخابات أيضا الانتخابات البرلمانية على الأقل نعم، ورحل الانتخابات الرئاسية للعام القادم 2019، وكانت قبل أن يعقد هذا المؤتمر كانت هناك الكثير، بالرغم من أننا رأينا كثير من التقارير التي صدرت حتى على البي بي سي وكانت تقول بأنها إذا لم يتم الوصول إلى أرضية لقيام هذه الانتخابات فلا يمكن لهذه الانتخابات أن تنجح، قد ينفجر الوضع أكثر مما كان عليه في هذه الفترة، لأنه قد لا ترضى بعض الأطراف بهذه الانتخابات وما ينتج عنها من ردة فعل بالنسبة للأطراف الخاسرة، لذلك سيكون وضع الانتخابات غير مطمئن للليبيين الذين يتعلقون الآن بقشة من أجل أن يكون الانتخاب انتخابات طريق للنجاة. طريق للنجاة صحيح، هو مجلس النواب إلى الآن لم يضمن الاتفاق السياسي، مجلس النواب لم يضمن إلى الآن الاتفاق السياسي،
ولذلك هذه احد النقاط التي هي صعبه. وثانيا مجلس النواب لم يجعل حتى مناقشه الدستور ضمن نطاق برنامجه، والان يذهب الى نطاق الانتخابات. عند هذه النقطه بالتحديد، مشروع الدستور ومشروع قانون الاستفتاء الذي يتلكى مجلس النواب حتى الان في اقراره واصداره، ما مصيره من وجهه نظرك قبل العمليه الانتخابيه؟ العديد يطالب بالدستور ومشروع الاستفتاء على الدستور قبل العمليه الانتخابيه. هو كما تحدثنا كانت الامور كلها تنتظر ان الاطراف الاخرى هي التي تعصب في هذه المواضيع وهي التي تتطرف. راينا العكس عندما كانت حتى تستغرب في الامر ان الانتخابات الهيئه الدستوريه اين مكانها؟ مكانها في البيضاء، حيث كانت مدينه البيضاء، حيث مكان الدستور الذي يقر، الدستور الاباء الذي يقر، وكان يعني هناك بجوار المنطقة في المنطقة الشرقية، وكان يسير على وجه الذي يراد له، حتى أنهم ذهبوا إلى مسقط وعمان، وكان المبعوث الأممي وقتها يدعم هذا الاتفاق ويدعمه بقوة ويدعم الوصول إلى نتائج دستورية لكي يقول بأنها ستنقل ليبيا إلى مرحلة قادمة والمرحلة ستكون أفضل مما هي عليه. لكن عندما جاء سلامة لم نرى أي دفع لهذا الدستور. لماذا ذهبوا إلى مسقط وعمان؟ لماذا كانت الاهتمام بالدستور بهذه الدرجة كبيرة؟ لماذا بعد ما انتهى الدستور بدأت حتى المحاكم من قبل الإخوة الذين في الشرق الذين لا يريدون هذا الدستور خوفا على أن لا يكون حفتر ضمنه، ولأن النقاط التي هي موجودة في الدستور لا ترشح حفتر، وهؤلاء لا يريدون إلا أن يكون حفتر. حتى في الآن في الحوار وفي النتائج دائما يقولوا حتى لو اتفقتم على أي شيء ابعدوا منصب قائد الجيش عن أي اتفاق وعن أي شروط، وهذا المنصب موجود لحفتر. ولذلك لن تقوم هناك انتخابات ولن تكون هناك أطراف حقيقية فاعلة لعدم وجود جدية حتى من حكومة السراج. السراج الذي خرج اليوم ويصرح ويقول أين أنت من هذه المشاهد التي كانت واضحة في المدة الأولى؟ أين أنت من انتقادها؟ أين أنت من واخذ حتى موقف جاد وفاعل؟ أين أنت الذي يمكن أن يفترض أن تكون لك رؤية وقوة عندما تقدم تقريرك إلى مجلس الأمن؟ أنت الذي مدعوم دولي وأنت الذي معروف بتولي الأمر الآن في ليبيا، ولذلك أنت الذي يفترض أن تقدم هذه الشكاوي وهذه الدعاوي إلى مجلس الأمن وإلى المحكمة الجنائية الدولية. وحتى فيما يحدث الآن في درنا وما يحدث الآن في بعض المناطق التي يحدث فيها قلاقل ويحدث فيها عدم الاستقرار، وحتى كل المشاكل التي تحدث في البلاد كان يجب عليه إذا كانت في قدرته أن يقوم بها، وإذا لم تكن في قدرته كان عليه أن يتحدث إلى. طيب في هذه الكلمة أيضا للسيد السراج اتهم دولا بالانحياز للأطراف المختلفة، لأي مدى أصبحت الأزمة الليبية اليوم في حرب بالوكالة داخل ليبيا بين الأطراف الدولية والإقليمية؟ أنا لا حقيقة لا أصدق السراج، لأن السراج حقيقة أعتقده أنه خارج عن نطاق الحديث السياسي وخارج عن نطاق حتى الحكم الذي هو موجود فيه. لكن هل يعلم هل كان غائبا عندما حدثت المشاكل في الهلال النفطي؟ حتى الصغير يعلمها، حرب بين إيطاليا وفرنسا والمتورط فيها الشباب الليبي الذي يذهب هو الآن إلى وقود هذه الحرب. الأطراف التي تدعم بالسلاح هو يعلمها جيدا، والتي تعطي حفتر السلاح يعلمها جيدا، وهي التي تستعير هذه الحرب في ليبيا وتزيد من شكو من قوتها وامتدادها ومساحتها، لا يعلم ذلك. لكن هذا يدعى إلى إيجاد حل دولي حازم، ودعا المؤتمر أو الموقف الدولي إلى إيجاد حل لقطع الطريق على هذه الدول، ربما هذا لم يكن صادقا. إذا كان صادقا كيف كان الحل عندما طلب من الأمم المتحدة وعندما طلب من أمريكا التدخل في البنيان المصوص تدخلت؟ لماذا لم يدعوا إلى الحل بصورة رسمية وعن طريق منابر الأمم المتحدة؟ أما الحديث عن الإذاعات والقنوات والحديث بالبيانات ومش لا يجدي شيئا، هذا حديث فارغ، هذا حديث خارج عن نطاق القانون، خارج عن نطاق العمل. الآن ماذا هو دوره الآن بعدما خرج المجبري من وكان خروج الذي قبله ممثل الطوارق؟ ماذا الآن عن مجلس كيف وضعه؟ حتى هو كيف وضع المجلس السياسي الآن للحكومة كيف وضعه؟ طيب اتفاق السراج مع سلامة في الرأي بخصوص طلب المجتمع الدولي للضغط في اتجاه العملية الانتخابية، هل ترى أن هنالك يعني جدية للضغط نحو سير العملية الانتخابية والدعوة للانتخابات؟ كيف يطلب السراج من سلامة وسلامة هو متابع للأمر الليبي؟ يفترض أن يكون هذه من ضمن إحاطته لمجلس الأمن، لابد أن يكون في الإحاطة تحديد الأطراف وتحديد الأفراد والكيانات التي لا تريد العملية الدستورية، التي لا تريد أيضا عملية الانتخابات، لابد من تحديدها وإيضاحها للرأي العام حتى يكون هؤلاء في موقع الاتهام.
أما أن تصبح هكذا حتى في بياناته الكثيرة لم يتطرق لحفتر إطلاقا، ولم يتطرق حتى لحفتر هل هو جيش أم غير جيش، كان دائما حتى يدعمه، والآن يريد أن يتكلم عن الانتخابات ويتكلم عن أن حفتر غير موجود ولا كيف هذه الأمر. هذه الأمور واضحة حتى في بياناته. لابد أن نرجع البيانات السابقة ونرجع إلى ما حدث في درنة ونرجع إلى ما حدث في بنغازي، وكيف أنه كان لا يتكلم، وكيف أن المجتمع الدولي يراه، كيف يدعم بعض من المجتمع. هي لجنة العقوبات في الأمم المتحدة رأت السلاح كيف يدخل إلى ليبيا وهو لم يتكلم، رأت كيف يحدث القتل وكيف خرجوا حتى بنبش القبور ولم يتكلم ولم يشتكي. محمود الولفل الذي قدم ضده هذه الشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية هم ليبيون، وليس قدم ضده السراجة وغيره. لذلك يجب أن تكون إذا كان حكومة وفاق تكون حكومة متوافقة لكل من يخطى في ليبيا أن يتحاسب. أما أن تبقى ذات عين مغمضة عن الشرق وتحدث عن ما يتحدث في الجنوب، رأيناه كيف عندما حدثت عملية المؤتمر الوطني العام عندما صارت الاشتباكات كيف قال سنضرب بيد من حديد، وكيف كانت كاين هذه اليد التي من حديد. أين البلاد الآن تشتبك مع بعضها، الناس كلها تنتظر الانتخابات، أم أنه استحلى حتى هو الكرسي ويريد أن يبقى؟ الانتخابات لابد أن تبقى، لابد أن تمر هذه الأشكال وهذه الشخصيات لابد أن تخرج من المشهد الليبي، لأن هي التي أرهقت، هي التي ضيعت هذا الوضع. الفساد واضح، الفساد الآن بعدما استشر الفساد وبعدما طالب حفتر وبعد أن طالبت جميع بعض المؤسسات حتى الدولية وبعض المطالب بوسائل في وسائل الإعلام، طالب الآن بعملية المصرف المركزي والمصرف المركزي سواء في طرابلس وبنغازي بمراجعتهم. لماذا لا تراجع الفساد الذي يحدث في المجتمع في الدولة الليبية إذا لم تقدر عليه؟ أنا أقول لك أرفع الأمر إلى الأمم المتحدة، أرفع الأمر حتى لا يقدر هؤلاء أن يخرجوا خارج البلاد أو يقدروا يتعاملوا بأي شيء. ولذلك لابد ما دمك مدعوما دوليا فحرك منهم دعمك حتى تصلح البلاد، أما أن تبقى هكذا فالبلاد عليها السلام. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عصام الزبير، كنت معنا هنا في الاستوديو. وننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر، حيث قالت الشركة العامة للكهرباء أن من أهم أسباب ازدياد العجز على تلبية الطلب في الطاقات الكهربية هو الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربية من قبل بعض المواطنين. ودعت الشركة خلال مؤتمر صحفي الجميع إلى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربية لتجاوز الأزمة. للأسف الشديد من ضمن الأسباب اللي أدت إلى تزايد العجز هي الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بشكل كبير، وهذا واضح للجميع. مجرد ما أنت تشوف يعني محال تجارية تلقى المحل فيه عدد رهيب من مصابيح الإنارة، تلقى فيه عدد كبير من مكيفات تشتغل 24 ساعة حتى والمحل مقفل. في المساجد أيضا تلاحظ أنك تمشي حتى في ساعات متأخرة من الليل بجانب أي مسجد تلقى كل المكيفات شغالة 24 ساعة، سواء المسجد فيه مصلين أو المسجد مقفل يعني لا يوجد فيه مصلين. هذا للأسف هدر في استهلاك الطاقة الكهربائية، يزيد من الأزمة على المستهلك أو على الاستهلاك المنزلي. مع تعاقب الحكومات وعلى مدى سنوات تواصلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، في ظل عجز الشركة العامة للكهرباء على تغطية الاحتياج الفعلي والذي يبلغ نحو 7000 ميجاوات. المزيد في التقرير التالي. هكذا هو حال أغلب المدن الليبية، ظلام تمتد خيوطه إلى ساعات تتجاوز 7 في أغلب الأحيان وعلى مدى فترتين. أزمة هي الأشد من نوعها تعيشها البلاد، رغم تزايد حجم الإنفاق الذي تجاوز على مدى سنوات سابقة ما يربو عن 20 مليارا بحسب تصريحات مسؤولين. مشروعات من 2012 إلى 2015 إلى 2016 حوالي 20 مليار، تحكي على 20 مليار دولار، فهذه حجم أتوقع أنها ما بين 2015، لأنك أنت عندك نمو في طلب متزايد على الكهرباء وتحتاج إلى إعادة تأهيل للشبكة، فهذه محتاجة إلى يعني زي ما تقولي جزء يكون من إعادة الإعمار وجزء لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء. نحو 5000 ميجاوات هو إنتاج محطات التوليد، لكن ورغم كبر الرقم مقارنة مع دول الجوار فإنه لم يعد كافيا لتغطية الاحتياج المحلي، ما دعا الشركة العامة للكهرباء إلى اعتماد سياسة طرح الأحمال في ظل عجزها عن استكمال المشاريع المتوقفة وإعادة إعمار المتهالك منها. يعني أن احنا عندنا طاقة ننتج فيها
بمحطات التوليد اللي موجودة عندنا في كل مناطق ليبيا محددة بقدر كذا ميجا، 5000 ميجا أو يفوقها بقليل. اللي يطلب فيه الليبيين أو اللي يصرف يستهلك فيه الليبيين من الطاقة يتعدى 7000 ميجا. الفرق بين اللي تم توليده واللي يستهلك فيه الليبيين ما عندناش من ينجبوه، بصدق ما عندناش في الوقت الحالي ما عندناش من ينجبوه. تعاقبت الحكومات والأزمة باقية، فقد سبق للحكومات الماضية التعاقد على استئجار محطات توليد عائمة لتغطية العجز الحاصل، إلا أن تلك العقود لم يرى منها النور إلا القليل، فضلا عن اعتراض ديوان المحاسبة في تقرير له على بعضها بسبب شبهة فساد توليد الكهرباء محليا داخل المناطق وعدم الاعتماد على سياسة النقل من أهم الخطط البديلة التي اصطدمت بالواقع الأمني وهشاشته في عديد من المناطق. لو قامت الوزارة بوضع خطط عاجلة ومستعجلة لإمكانية توليد الكهرباء بالمناطق وعدم الاعتماد على نقل الطاقة من منطقة إلى أخرى، ولكن كلنا يعرف أن تدهور الوضع الأمني، خروج الشركات وعزوفها على الرجوع والعمل في مثل هذه الوضع الغير مستقر للدولة، وعدم اعتماد الميزانية، عدم وجود عدم اعتماد الميزانية وعدم وجود الموارد المالية الكافية حتى نفتح مشاريع جديدة. سجال طال أمده بين وعود حكومية ومطالبة شعبية لإنهاء قصة معاناة ما أن تنتهي حتى تتفاقم من جديد لتحاكي ضعف الأداء الحكومي وحجم إهدار المال العام. النبأ اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل في فقرات الاقتصاد والرياضة والنشرة الجوية، ابقوا معنا.